بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابق ناقشنا كيفية إيجاد الترانسفير فانكشن لدائرة كهربائية، يعني إذا كان عندي دائرة كهربائية تحتوي على عناصر والمطلوب من عندي هو إيجاد الترانسفير فانكشن، والترانسفير فانكشن للدائرة احنا عرفناها هي عبارة عن النسبة ما بين الأوتبوت إلى الإنبوت بالفريكوينسي دومين، بمعنى إنه أنا أحدد أولا الأوتبوت للدائرة وأحدد الإنبوت للدائرة واخذ النسبه لهم بعد ما انه اوجدهم اثنيناتهم بالفريكوينسي دومين، بمعنى انه انا اوجد اللابلاس ترانسفورم للتايم دومين للاوتبوت والانبوت. بهذا المقطع هسه راح اخذ الحاله الثانيه، الحاله الاهم ما يتعلق بالكنترول سيستم هو كيفيه ايجاد السيت سبيس. فبالتالي خلي اخذ نماذج هسه لدائرتين كهربائيه، طبعا متعلق هسه اللي هنا انا دائما جاي اركز على الدوائر الكهربائيه اكثر من الميكانيكال اكزامبلز، باعتبار انه الاغلب الاكثر هي النموذج الكهربائي. فخلي اخذ هسه مثلا المثال الاول، راح نفترض انه given an electrical network، دائره كهربائيه تحتوي على مجموعه عناصر. السؤال مالتي هنا اوجد الستيت سبيس ريبريزنتيشن اف ذا اوتبوت از ذا كرنت، اذا كان الاوتبوت، طبعا اهميه انه تحديد مقدار قيمه الاوتبوت راح يعني يحدد لي الستيت فاريبل مالتي. فبالتالي هسه هنا بحدد لي انه الاوتبوت لهذه الدائره افترضه هو التيار اللي مار خلال المقاومه، هذه المقاومه. طيب خلي اوجز الخطوات هسه الاليه اللي اتبعها حتى احدد او حتى اوجد الستيت سبيس لدائره معينه. الخطوات مالتي يمكن نلخصها بثلاث نقاط اساسيه. النقطه رقم واحد انه انا احدد كل الفروع اللي موجوده بالدائره، يعني اذا كان عندي دائره كهربائيه اولا احدد الفروع اللي موجوده بالدائره، أأشر تيار الملف، تيار المقاومة، تيار المتسعة، يعني أحدد التيارات اللي مرة بالفروع وأحدد الفولتيات اللي مرة عندي بالفروع. الخطوة رقم اثنين أنه أنا أحدد من هي الستيت فاريبلز مالتي بحيث تكون قادر على أنه إيجاد المشتقات مالتهم، يعني إذا حددت الستيت فاريبلز هي الفاريبلز اللي يمكن أشتقها. زين، النقطة رقم ثلاثة انه اطبق القواعد اللي تتعلق بتحليل دائرة كهربائية، سواء كانت قوانين كيرشوف، مجزئ فولتية، مجزئ تيار، قوانين اوم، القواعد تحليل عقدي، قوانين اللي هي مثلا متعلقة بالماكسويرز، نطبق القواعد اللي تعودنا عليها في تحليل دوائر كهربائية. طيب يعني مثلا احنا اللي هنا ما يتعلق بالخطوة رقم اثنين اللي هي تحديد الستيت فاريبلز، ذكرنا انه يجب ان يكون قادر على ايجاد المشتقات، بمعنى انه مثلا التيار المتسع هو مرتبط بالمعادله مالته هذه، فولتيه الملف مرتبط بهذه المعادله. طيب بعد عندي مثلا اذا ارجع للدائره مالتي هسه اللي هنا وابدي بالتحليل مالتها، اولا راح اخذ اللوب الاول، هذا اللوب مالتي اذا طبق قانون كيرشوف للفولتيات، فعندي فولتيه الملف باعتبار انه هذا كلوز لوب، مجموع الفولتيات اللي من هذا المسار المغلق تساوي صفر، فعندي فولتية الكلية ناقص فولتية الملف ناقص فولتية المقاومة تساوي صفر، أو أن فولتية الملف تساوي الفولتية الكلية ناقص فولتية المقاومة، فصار عندي هذه المعادلة. طيب وبما أنه المقاومة مع المتسعة بالتوازي، فبالتالي فولتية المقاومة هي نفسها فولتية المتسعة، فصار عندي المعادلة أن فولتية الملف تساوي الفولتية الكلية ناقص فولتية المتسعة، هذه المعادلة. طيب اذا احدد هذه النود مالتي انه التيار المتسع، هذا التيار اللي هو يمثل تيار المتسع هو عباره عن تيار الملف اللي يمثل التيار الكلي ناقص تيار المقاومه، بمعنى التيار الداخل العقدة يساوي مجموع التيارات الخارجه من العقده. زين، حددت هذول المعادلتين، اذا ارجع اسال هذول المعادلتين الاساسيه على اعتبار انه لازم احدد الستيت فاريبلز مالتي، راح اعوض عنهم بالمعادله مالتنا. فالمعادلة مالتي راح تكون أعوض عن تيار المتسعة، عن فولتية المتسعة راح تكون بهذا، عن تيار المتسعة ب سي دي في سي دي تي تساوي هذه مثل مقدار التيار اللي مار عندنا بالمقاومة زائد عندي باعتبار هو فولتية المتسعة اللي هي نفسها بالتوازي مع المقاومة، فبالتالي فولتية على مقاومة يعطيني تيار، والإشارة السالب هي من المعادلة مالتنا، فصار عندي ناقص تيار المقاومة زائد تيار الملف. طيب اذا ارجع هسه لهنا انه انا عندي فولتيه الملف، ارتب المعادله مالتنا ككل، هسه صارت فولتيه الملف تساوي لنا قلنا الفولتيه الكليه ناقص فولتيه المتسعه. هذول المعادلتين هسه خلي اعيد ترتيبهم، اقسم على المتسعه بالنسبه لهنا صار عندي دي في سي للدي تي هذه المعادله، واقسم على الملف بالنسبه لهذه المعادله، ظهرت عندي هذول المعادلتين. اذا صار هسه لهنا عندي هو يمثل مقدار قيمه الستيت فاريبلز مالتي
مثل ما ذكرنا بالملاحظة المعادلات اللي يكون قادر على اشتقاقها، يعني بولتية مود 9 اشتقيتها، بولتية تيار الملف اشتقيتها. طيب الاوتبوت بالسؤال هو محدد لي انه اعتبر الاوتبوت هو تيار المقاومه، بالتالي بما انه تيار المقاومه يساوي لي فولتيه متسعه على مقاومه، اذا هذه هي تمثل معادله الاوتبوت بالنسبه لي. طيب هسه امثل الستيت فيريبلز مالتي. صار هنا عندنا انه الفي سي دوت اللي هي تمثل مشتقه المتسعه، وعندي هنا المعادله الثانيه هي تمثل تيار الملف دوت، تساوي عندي المتغيرات مال دي في سي والاي ال زائد بالنسبه اللي هنا راح يكون عندي صفر، وعندي الفي تي يعني ترتب بهذا الشكل، عندي هذه اي في في سي الاي ال زائد البي تساوي لنا الاوتبوت بمعادلتها، هي عباره عن المعادله مالتنا اللي هي اي بي سي زائد الدي اللي هو راح يكون هنا صفر باعتبار انه انا ما عندي الديبندنت فاريبلز ديبندنت سورسز. اذا خلينا ننتبه على المعادله مالتنا سلنا. اذا ارجع للمعادله هذه عندي سالب واحد على الار سي هذا الحد الاول مضروب في مقدار قيمه البي سي، زائد واحد على سي مضروب في مقدار قيمه الاي ال. زين انتقل للمعادله الثانيه، راح يكون عندي ناقص واحد على ال في مقدار قيمه البي سي، زائد راح يكون عندي هنا اذا انتبه صفر في الحد اللي مضروب في التيار، زائد عندي واحد على ال في البي تي، بمعنى انه يكون عندنا هنا واحد على ال. انتبه على معادلة الاوتبوت انه الاي ار هو اوتبوت مالتي يقابل الواي، طبعا واي بالمعادلة الستاندر يساوي لنا سي في المتغيرات مالتنا هي الفي سي والاي ال، فعندي واحد على الار في الفي سي زائد صفر في مقدار قيمة الاي ال، فصار عندي هاي تمثل هي عبارة عن الستيت سبيس فاريبل بالنسبة لنا، الستيت سبيس ريبريزنتيشن للمعادلة ككل. طيب خلي اخذ معادلة ثانية او مثال ثاني. هذه الدائرة اذا كانت تحتوي على ديبندنت سورس، اذا انتبه عندي مصدر مستقل هذا هو التيار، وعندي مصدر معتمد هو عبارة عن 4 في بي ال معتمد على فولتية الملف هذا. طيب السؤال اوجد الستيت والاوتبوت اكويشن للدائرة المبينة بالشكل، اذا كان الاوتبوت فيكتور مطيني المعادلة هو الواي تساوي لنا بي ار 2 اي ار 2 ترانسبورت، بمعنى انه هذا التي مثل ترانسبورت. اوكي هسه الخطوة رقم واحد قلنا نأشر او نعمل ليبرز للكميات الفيزيائيه اللي عند التيارات، مثلا عندنا الفولتيات نأشرها. الخطوه رقم 2 قلنا نختار الستيت فاريبلز مالتي بحيث اكون قادر على ايجاد مشتقاتهم. طبعا عندي قلنا انه فولتيه الملف تساوي لي قيمه الملف في تيار مشتقه تيار الملف نسبه للزمن، وتيار المتسعه هي سعه المتسعه في مشتقه فولتيه المتسعه. زين هنا انا راح اخذ احدد اسمي اكس 1 واسمي اكس 2 باعتبارهم يمثلون الفاريبلز مالتنا، هذول الكميات اللي قادر على اشتقاقهم، يعني انا الاي ال اقدر اشتقها دي اي ال دي تي، الفي سي اقدر اشتقها دي بي سي دي تي باعتبار تكون عندي هم المعادلات ستاندر، فراح اسميهم اكس 1 وراح اسميهم اكس 2. طيب الخطوه رقم 3 الستاندر مالتنا بالنسبه للستيت الستيت سبيس هو الاكس دوت بصوره عامه يساوي لي اي اكس زائد البي في اليو. طيب هسه اذا اخذ المعادله مالتي باللوب مالتنا راح يكون عندي الفي ال فولتيه الملف هي تساوي لي، يعني هذا كلوز لوب اذا اخذها شكل مجموع الكلوز لوب ضمن هذا المسار، باعتبار خطوه 3 قلنا اطبق قوانين كيرشهوف قوانين تحليل دوائر تيار كهربائي واطبقها على الدائره مالتي، فهسه راح اخذ هذا الكلوز لوب مجموع الفولتيات تساوي صفر، فعندي الفي ال تساوي لنا فولتيه المتسعه زائد فولتيه المقاومه الثانيه. زين اعوض عنها تساوي لي فولت المتسعة زائد فولتية المقاومة الثانية هي تيار في قيمة المقاومة، التيار هو مثل الاي ار 2 في مقدار قيمة المقاومة الثانية. طيب هسه اذا ارجع لنفس الدائرة مالتي عندي بعد شنو اللي هنا هسه؟ اذا اخذ هذه العقدة الثانية عندي التيار المار بالمقاومة اللي هنا اللي هو تيار المقاومة الثانية هو عبارة عن تيار المتسعة زائد تيار المصدر المعتمد باعتبار انه التيارات الداخلة للعقدة تساوي التيارات الخارجة من العقدة. زين اعوض هذه العلاقه بالمعادله السابقه، صار عندي الفي ار تساوي لنا البي سي زائد هذه مثل مقدار قيمه تيار المقاومه في مقدار قيمه الار 2، ارتبها ظهرت عندي هذه المعادله. طيب انتقل هسه اللي هنا أنا. اذا ارجع للمعادله مالت العقده الاولى راح يكون عندي تيار المتسعه باعتبار هذه العقده هي نفسها هذه العقده، فتيار المتسعه يساوي للتيار الكلي الداخل العقده ناقص التيار المقاومه الاولى ناقص تيار الملف، وتساوي لي اعوض عن قيمه تيار المقاومه الاولى هو عباره عن فولتيه المقاومه الاولى على المقاومه ناقص تيار الملف. زين
فصارت المعادلة ما تبي هذا الترتيب باعتبار فولتية المقاومة الأولى، بما أنه ذول بالتوازي اثنيناتهم، فولتية المقاومة الأولى هي نفسها فولتية الملف، فصارت المعادلة عوضت عن قيمة الـ VR1 بدلالة الـ VL. طيب هسه أرتب هذول المعادلات باعتبار أن الـ VR1 نفسها الـ VL، عوض على هذول المعادلات راح يصير عندي المعادلتين هذولي. بعد ما أرتب هذول المعادلتين صارت عندي معادلة بهذا الترتيب. طيب انتقل هسه اللي هنا انه عندي مقدار قيمه الفي ار 1 تساوي لنا مقدار قيمه الفي ال. من هذه المعادله راح يصير عندي انه مقدار قيمه الفي ال تساوي لنا 1 على الدلتا. طبعا الدلتا هذا هو هذه الكميه كلها راح اختصرها باعتبار انه بدلاله الرموز راح نسميها الدلتا. صارت عندي مقدار قيمه الفي ال. بعد عندي تيار المتسع الاي سي، هذه المعادله مالتها هم نفس الكلام، عوضت عن قيمه الفي ال وراح اختصر المعادله مالتها، صارت عندي هذه المعادله، فصار عندي الفي ال وصار عندي الاي سي اللي هم يمثلون مقدار قيمه الستيت سبيس فيريبلز مالتي. اكتب المعادله انه تيار الملف دوت فولتيت المتسع دوت تساوي لنا اي في اي ال والفي سي زائد مقدار قيمه الحد اللي هو اي زائد البي في مقدار قيمه الاي تي، واعوض بدلاله الكميات. بعد ما ارجع للمعادلتين احصل على هذول الحدود، الحد الاول الثاني الثالث الرابع وكذلك للبقيه.